كما عودناكم كل يوم نطل عليكم بنافذة مباشرة من بيت لحم للحديث عن أجواء الأعياد حتى في الالتزام بالإجراءات الوقائية. الصورة من بيت لحم التي دائما توصل رسالة السلام إلى العالم، ومعنا مباشرة الزميل هاني فنون. صباح الخير لك هاني. صباح الخير هاني، وحدثنا قليلا عن التحضيرات للفعاليات في ظل هذه الظروف الاستثنائية. صباح الخير لعلاء، صباح الخير لفرح، صباح الخير لجميع أبناء شعبنا، كل عام وأنتم بخير بحلول الأعياد الميلادية. في للتو يصل القنصل البولندي هنا إلى ساحة كنيسة المهدي لزيارة الكنيسة وعقد لقاءات مع عدد من الشخصيات الدينية والرسمية هنا في كنيسة المهدي للتباحث حول آليات العمل في كنيسة المهد وعمل الترميم فيها. فيما يتعلق ببرنامج الاحتفالات هذا العام، يعني لم يعد برنامج بشكل كبير، برنامج احتفالي كبير، هو اقتصر على يكون برنامج للصلوات، الاحتفال بالأعياد بشكل ديني أكثر ما يكون، يعني من هناك فعاليات ميدانية في يعني الشوارع أو في ساحة المهد كما عهدناها منذ يعني سنوات. تم وضع شجرة الميلاد ونصب شجرة الميلاد وإضاءتها في يوم السادس من هذا الشهر باحتفال كان مقتضبا جدا، يعني وتم إضاءتها من خلال رئيس الوزراء من مكتبه في رام الله، وأيضا يعني تم نقل حفل الإضاءة إلى العالم بشكل يعني عن طريق الإعلام وبالصورة بدون يعني وجود محتفلين وأعداد من المواطنين هنا في الساحة كما كان دارجا بفعل إجراءات الوقائية المتخذة والبروتوكول الصحي في هذه الأوقات الذي تعيش فيه محافظة بيت لحم وباقي المحافظات أجواء يعني جائحة كورونا. ما يجري هنا هو ما يجري يعني من ترتيبات للاحتفال، سيكون بعد يومين يوم الخميس وصول موكب البطريرك بيير باتيستا بتسابالا إلى هنا إلى ساحة كنيسة المهد إذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد الميلادية المجيدة. حسب التقويم الغربي سيقام قداس منتصف الليل، ويعني أيضا الذي سيقتصر على رجال الدين وعدد قليل من المواطنين. حتى هذه اللحظة لم تحدد الأعداد من قبل الجهات التي ستقوم يعني بالإشراف على الصلوات وعلى الأعياد الاحتفالات. نحن يعني بانتظار أي برنامج جديد، أي تعليمات جديدة من قبل المحافظة، من قبل أيضا البلدية ومن قبل الكنيسة بخصوص الاحتفاليات، يعني وهذا مرهون بالوضع الوبائي في المحافظة. لكن يعني المعلومات الأولية تشير إلى أنه حيكون راح تكون الاحتفالات مقتضبة مقتصرة على رجال الدين، خاصة خلال قداس منتصف الليل، وسيتم نقلها وبثها يعني عبر الهواء مباشرة إلى أصقاع العالم كما جرت العادة. في السادس من الشهر المقبل، كانون الثاني المقبل، سيتم الاحتفال بالأعياد الميلادية حسب التقويم الشرقي. سيكون هناك استقبال للبطرق، وسيكون هناك يعني عروض كشفية بطبيعة الحال في أي استقبالات حسب الستيكو المتبع، وسيتم يعني القداس كما في الاحتفالات أو القداس منتصف الليل للمسيحيين الذين يحتفلون حسب التقويم الغربي. شجرة الميلاد في محافظة بيت لحم تم إضاءتها ووضعها في هذا المكان يعني إذانا ببدء الاحتفالات، وأيضا التحدي لجائحة كورونا، حيث أنه كانت رسالة الميلاد لهذا العام هي رسالة النور للحياة للانعتاق إن شاء الله من هذه الجائحة ومن هذا الفيروس. شكرا لك زميلنا هاني فنون، ونتمنى أعياد ميلاد مجيدة وعودة الحياة والأعياد إلى بيت لحم كما عهدناها كل عام. أكيد إن شاء الله، وإحنا رح نتابع ونغطي كل التفاصيل وكل ما هو جديد سواء كان في بيت لحم أو في كافة المحافظات.